فضيلة الشيخ حفظه الله، بالنسبة للشيخ سجود السهو، ما الضابط يا شيخ إذا دخل الإنسان مع الإمام وهو قد يعني سهى في الركعة الأولى، دخل بالركعة الثانية مع الإمام وهو قد سهى بس في الركعة الأولى؟ نعم، هل يسجد يا شيخ؟ إن كان سجود الإمام قبل السلام فيجب أن يسجد مع الإمام، يعني الإمام ما انتهت صلاته، وإن كان سجوده بعد السلام اسمع يا رجال، وإن كان سجوده بعد السلام عن الإمام فليقم إذا سلم الإمام من الصلاة ولا يسجد للسهو. عرفت؟ وش فهمت الآن؟ إذا كان شيخ يعني السلام الإمام المأموم إذا كان بعد السلام، سبحان الله، إذا كان سجود الإمام يا شيخ، إذا كان سجود الإمام قبل السلام، فهمت؟ يعني سجد قبل أن يسلم، فيجب على المأموم أن يتابع، لأن صلاة الإمام ما تمت حتى الآن، فهمت؟ يتابع الإمام إذا سجد قبل السلام، ما هو إذا كان السجود يعني محل السجود قبل السلام، إذا سجد قبل السلام حتى لو كان محل السجود بعد السلام لا يهم، إذا سجد الإمام قبل أن يسلم فليسجد معه. وإذا سلم الإمام وجعل السجود بعد السلام فلا يتابع، يقوم ويقضي ما فاته ولا يسجد للسهو، لأن السهو من الإمام كان قبل دخوله معه.